مساء الخير. بس يحس حاله الإنسان إنه ناقشت معه بفكر حاله إنه وصل، بس يفكر حاله إنه وصل فما بيعود في عنده هدف إنه يمشي وراه ويوصل لإله. وبالتالي أنا بعد لهلأ ما ناقشت معي، بس أكيد في محطات حلوة بحياتي بعتبرها ناجحة، مثل ما عندي محطات بعتبرها ما كانت ناجحة. وأهم محطة بحياتي كانت لقائي بأستاذ مروان نجار بسنة 1994 لما اختارني ببطولة مسلسل أمام قطبي الدراما اللبنانية أستاذ عبد المجيد مجذوب والأستاذ محمود سعيد. وتاني محطة كمان بعتبرها مهمة بحياتي لما اتجهت للدراما العربية، طبعا بفضل الله وفضل الأستاذ جمال سنان إيجل فيلمز، بس بعد لهلأ ما ناقشت معي. ليلى كتاب الشهرة مع النجم باسم مغنية. أهلا وسهلا فيك باسم. أهلا فيك علي. اليوم أنا وإنت رح نفتح صفحة صفحة كتاب مسيرتك من أول ما خلقت لليوم. مسيرة أي حدا فينا باسم فيها طلعات وفيها نزلات. اليوم رح تجاوب بصدق أو ذكاء. اثنين سوا. اثنين سوا. باسم أنت صار لك أكثر من 20 سنة تحت الضوء. يقال أنه النجم لما يكون تحت الضوء لفترة زمنية طويلة بتصير حياته ملك الجمهور، بتوافق هالمقولة؟ لا، ما حياتي أكيد مش ملك الناس، يعني لأنه أنا ما عم اشتغل كرمال الناس بس. يعني في كتير عالم بيطلعوا بيقولوا نحن كل شيء عم نعمله كرمال العالم. لا، أنا بعمله لأنه هذا طموحي من أنا وصغير إنه أكون ممثل ناجح. وأكيد هدف المهم من أهدافي هو إنه خلي الناس سعيدة بالشيء اللي أنا عم بعمله. يعني هو إذا بدك أرضي حالي قبل، وأنا بقرر شو بدي أظهر فيها شو بدي أخبي فيها. مستعد نفتح كتاب الشهرة الخاص فيك؟ تفضل. أول صفحة من كتاب الشهرة الخاص بباسم مغنية، 9 كانون الثاني عام 1974، تاريخ ميلادك. بتآمن إنه الإنسان بيخلق وقدره بيكون مكتوب عجبينه؟ ايه، يعني في نهاية معروفة إذا بدك. أنا حسب ما بآمن عند الله، عند هذا الشخص وين بده يوصل وكيف بده يموت. أيمتى حسيت إنه قدرك أخذك بطريق ما كان بدك إياه؟ إذا بدك في محل رحت عليه، مش إنه أنا ما بدي، بس في قصص بالحياة بتصير صدفة. بعتقد إنه علاقتي بزوجتي، يعني ما حدا كان متوقع أنا كيف بدي ألتقى بزوجتي ولا رح حب هيدي الإنسانة. القدر بيجمعهم. القدر بيجمعهم. أنت صابي باسم على 5 بنات بالبيت. صحيح. حملك مسؤولية هالأمر؟ يعني حسيت من أنت وصغير إنه لازم تكون سند لهالعائلة؟ إيه، باللاوعي تبعك. إيه، حسب التربية كمان. يعني أهلي كانوا ميسورين، ما كانوا أهلي مرتاحين كتير، بس كان عندهم دايماً يعني بالصيفية. صحيح إنه الولد بيرتاح، بس أنا كان لازم أروح أشتغل. يعني بشتغل كل شيء بحياتي، أنا ما عندي مشكلة بشيء. يعني رح نحكي عن هالمحطة بحياتك. خلينا من بعد ولادتك ننتقل للصفحة الثانية من كتاب الشهرة الخاص فيك باسم، الطفولة. الطفولة عنوان كبير. خلينا نشوف على الشاشة صورة إلك من طفولتك. كنت مطيع أو مشاغب باسم؟ اثنين. كنت الاثنين؟ أنا مشاغب بس مطيع. كم مرة قالب عن الشجرة؟ كتير. أنا إيدي كسرت 3 مرات. كتير مشاغب كنت، كتير، بس مشاغب بأدب. يعني مني أنت هلا عرفت خبرية. أنا انزربت أنت 15 ساعة بنهار ورا الصوفة بالبيت وأهلك يبرموا عليك وينو باسم وينو باسم. صح. شو قصتها هالخبرية؟ هلا أنا كنت ماما عم هي والجيران والحي إذا بدك دوروا علي، مش 15 ساعة، لا تقريبا شي ساعتين ونص. ساعتين يعني ونص. إيه، دوروا علي ما لقوني بالحي اللي كنت ساكن فيه، وطلبوا الشرطة بهذا الموضوع لأنه في صبي ضايع عمره 5 سنين. يعني أف لهالدرجة. إيه، وأنا كنت بخبى ورا الكنبية، وكل ما حس إنه العالم عم تيجي لعنا على البيت وعم بيهدوها للماما، كنت أنا براسي اجي بدي اقول انه انا موجود، حس انه حعمل مشكله لالي. يعني انه انا عملت كل هالضجه
بالاخر انا ورا الكنبيه فحاكلها قتلي منها. لا بالاخر سمعوا صوتي، يعني كنت ورا الكنبيه انا لانه كنت عامل تحتي انا، فكنت خايف امي تضربني. بس مثل ما ذكرت ببدايه حديثنا انه انت اشتغلت عده اشغال، منها اشتغلت بالكهرباء، اشتغلت دليفري بدكانه، اشتغلت بالدهان وعدة مهن. هالمهن شو رسمت بشخصية باسم؟ مش بس هيك، اشتغلت أكثر بكثير من هول، لأنه أنا من عمر التسع سنين عشر سنين بلشت بالصيف اشتغل وقت خلص المدرسة، غزت لي شخصيتي. أنا بتذكر مثلا في سنة اشتغلت فيها بالعمار، كنت عمر هذا. قد ايه كان عمرك؟ كنت عمري شي 12 سنة، كنت شغلي صعبة. بتذكر فأنا وقت كنا عم اشتغل بالعمار، فأصحاب البيت عملوا لنا مثل هيك ترويقة هيك مهضومة عم بكرمونا، وقعدوا على الارض شغيله وعاملين هيك ترويقه لبنانيه. فانا ركضت بدي اروح اغسل ايدي، فقالوا لي، بتذكر الشباب لوين رايح؟ قلت لهم انا رايح بدي اغسل ايدي. صاروا يضحكوا علي، قالوا لي لازم تاكل بالتراب اللي بدك تحس بالتعب بالادم ما بعرف شو. تعلم قصص يعني بتحسها بتشمها بتضلها معلقه. بس ما حسيت باسم انسرقت طفولتك؟ الانسان بالحياه حسب ما بتلقى الامور، حسب ما يعني حسب ما بتقبلها. ولا عشت حياتي مثل ما لازم، يعني انا وقت كنت خلص شغلي بالضيعه بالصيفيه كنت روح العب مع الاولاد يعني عادي. بيك كان قاسي عليك؟ ابدا، بيك كثير حنون. يعني اذا كان يصير في حكي علي بوسط الفني افترضنا من بعض الاشخاص، بتعرف يصير شويه غيره اوقات وبتوصل قصص للصحافه، فكانوا اخواتي ينزعجوا يتضايقوا. بتعرف انه خيهم الوحيد، فهو الوحيد اللي كان بالبيت يقول لهم انه شو بيأثر انه يقولوا، يعني بالعكس لازم انتم تقربوهم من بعض، انتم تحكوا. فكان هو على طول مسالم بي. الله يرحم الوالد عدنان. باسم انت ربيت مع خمس بنات، عادة الصبي بس يكون مع بنات خلقان بيكون بدلل اكثر من غيره. عم بتقلي انك كنت عم تشتغل بطفولتك، صح؟ شو السبب؟ لك انا بدي اقول لك شغله، بالصيفيه اللي اشتغلت فيها اول عمل بحياتي هو العاصفة تهب مرتين هون بتلفزيون لبنان الحزمية. أنا بهيدي السنة بالذات كنت عم مثل هون وكنت عم بشتغل كهرباء بيوت. لما بلشت أخذ أول بطولة بآخر أول سنة خلص صرت بالتمثيل، يعني بطلت عم بعمل قصص مختلفة من هول القصص اللي عملتها. إما كانت محاميتك عند بيك أو بالعكس؟ لا، إذا بدك أمي هي كانت أقسى من بيي. يعني بيك كان محاميك عند أمك؟ ايه، بيي كان مسالم اكثر، وحتى اهلي ما كانوا قاسين علي. شو اصعب قرار اخذته بعكس اهلك؟ هو دخولي على الجامعه، معهد الفنون الجميله، الجامعه اللبنانيه، درست مسرح، واهلي كانوا بوقتها فاكرين عم بقدم هندسه. وكان اسعد لحظه بحياتي بعتبرها هي لما رحت على الجامعه وكنت بدي اشوف النتيجه، هل كنت رح انجح او لا. كنت احس حالي رح اكون بين الراسبين، فبلشت من ال 15 من تحت واطلع، وكنت كل ما اطلع كانت ايدي عم ترجف وقول انا خلص عم يروح الامل، لانه انا كنت بعتبر حالي ممكن يكون من الناس الاخر شيء. لقيت اسمي اول اسم. انت من جيل الحرب اللبنانيه باسم، صحيح؟ قلت انه الحرب اللبنانيه شكلت عندك مناعه. اليوم اذا بدك تعيد تسميتها، مناعه او تخدير؟ مناعه. مناعه، ايه. الحرب اللبنانيه، الحياه اللي انا عشتها بالحرب اللي عاشوها كل جيلي، معاناه. يعني انا من الناس اللي كنت انزل عبي مي لنغسل، كنا ننطر بالصف. بتذكر كيف واحد بينطر خبز بالفرن، كنا ننطر المي، وكان كنت اخذ معي 2 جالون فاضيين، فلما تعبي واحد ما بحق لك تعبي الثاني، فكنت عبي واحد وارجع اروح اوقف الصف ورا العبي الثاني. شو قصة انه انت بتطفي الأضوية بعض الأحيان بالبيت لتضوي الشموع؟ بالحرب نحن 90% من حياتنا عشناها بلا كهرباء. صحيح. يعني بي جاب لي انا وصغير اتاري، بعرفوها لعبه الاتاري، كانت ايام زمان مثل البلاي ستيشن هلا بس اقل تطورا. ففيق بالليل مره كان صار عندي جمعه وما كنت عم بلعب فيها لانه ما في كهرباء، ما كان في موتورات من زمان وهيك. ففيق بالليل سمع صوت التلفزيون، فلقاني قاعد عم بلعب. قال لي شو عم تعمل؟ قلت له، قال لي هلا حبيبي. قلت له انا صار جمعه مقطوع الكهرباء وما لعبت فيها. نحن معودين على قطع الكهرباء، فبحب ارجع لهديك الايام حس الشعور اللي انا كنت احسه. بعكس كتار عاشوا الحرب اللبنانيه. هلا هي هلا اصلا عم نعيش نفس اللحظات، بس هلا في بديل اسمه الموتور،
فالعالم ما بتحس بقطعة الكهرباء رغم انه عم بينطفى قلبها انه عم بدفعوا المصاري كل شهر. قضيت جزء من طفولتك بالملاجئ. صحيح. شو حامل من هالذكرى؟ بس حامل ذكريات حلوه. حلوه؟ ايه. كيف يعني؟ ما بعرف، كنا بالملجأ نحس بالامان، يعني هلا نحن فوق الارض بس مش حاسين بالامان بالبلد اللي ما في حرب هلا اذا بدك، فمش حاسين بالامان. بوقتها حتى لما كنا ننزل نحن تحت الارض كنا نحس بالامان، خلص هون ما في شيء. وكنت انبسط بال اذا بدك بالملجأ لانه كنت التقى بولاد جيران، فكنا ننام كلنا على فرشه طويله هيك حد بعض. بتذكر يعملوا لنا اهلنا جبنه، وفي كان هذا الشيء اسمه سراج بسموه بالعربي، بحطوا له فتيله بضوه على الكاز، فهيدي الريحه انا ما بنساها، بحب حسها اوقات. حياتي تغيرت بس كانت احلى قبل. فكنا ننطر اذا بدك لما تعلق لننزل على الملجأ لنقعد نحن اولاد الجيران نمزح مع بعض ونلعب مع بعض، هون ما بقى موجودين. كان عمرك حوالي 10 سنين باسم، سقت بأهلك بغياب والدك ايه؟ من جنوب لبيروت أو بالعكس، ولما وصلت لعند بيك شو صار؟ أنا كان عمري 9 سنين بلشت سوق سيارة، بس ما كنت محترف بالتسع سنين، بعشر سنين صار في حد بيتنا رصاص وقذايف وهيك، فاضطرينا نهرب لنطلع على الضيعة، وبيي كان بيشتغل بمنطقة بعيدة، فكان لازم نمرق لعنده ونقول له انه نحن طالعين، ما كان في تليفونات والقصص. كان عمري 10 سنين، طلعت باهلي هربنا تحت القصف وصلنا على الشغل عند بيي. لما بيي شافني انا عم سوق السياره وصلت، شو كانت ردت فعل؟ وقع بالارض صار يبكي، انه ما يعني ما كان معه خبر انه علقاني حدنا، ما كان هالقد. ما استوعب انكم بعدكم عايشين او انك طفل عم تسوق بهالعمر. لا، تفاجئ انه قالوا له ابنك ومرتك واولادك برا، هو شو كيف اجوا لبرا؟ من بعد صفحة الطفولة باسم، صفحة جديدة من كتاب الشهرة الخاص فيك. بطل رياضي، أنت كنت بطل لبنان لمدة 7 سنوات بالكاراتيه. صحيح. شو حامل من هالرياضة لليوم؟ أنا إنسان مسالم بحياتي، بس باخذ قرارات وباخذ مواقف كثير أكيد، بس الكاراتيه كثير غزت بشخصيتي. يعني القرارات اللي باخذها بحياتي لها علاقة كمان كل شيء تعلمته بالكاراتيه، فهيدي الرياضة علمتني اتقبل النجاح والفشل. مين الشخصية الرياضية اللي حلمك تمثل دورة بفيلم أو مسلسل؟ فادي الخطيب مثلاً، اللي أنا بحبه، بعتبره هو صحيح من جيلي بس بحبه كتير، واسم منفتخر فيه. أكيد بني. أكيد. من بعد بطل رياضي وهالصفحة الجميلة بمسيرتك، صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك يلي هي الدراسة. هل صحيح أنت رفضت منح الدراسة بفرنسا؟ لدراسة الطب. صحيح. أنا كان عندي فوبيا على الدم، يعني أنا اكتشفت بعدين أنه أنا مثلاً ما في شوف دم، وما قدرت أعمل حكيم يعني، وأنا أصلاً ما بحب أعمل حكيم يعني. أنت تخرجت عام 1998 من معهد الفنون الجميلة. بين الدراسة والعلاقات اليوم مين بيصنع نجم برأيك؟ اليوم العلاقات بتقدر توصلك على عمل حلو ويمكن تاخذ دور حلو فيه، بس اذا انت ما عندك الموهبه وما عندك الدراسه ما بتقدر تستمر بعد هذا العمل. يعني بجربوك بعمل باثنين، ما عندك الحضور لانك القبول عند الناس كمان اضافه للدراسه والموهبه، ما بتقدر تستمر. يعني من بعد الدراسه باسم صفحه جديده، الاخراج يلي كان محطة حلوة بحياتك. أول تجربة إخراجية لك كانت بالجامعة عام 1998 لما أخرجت فيلم سامحني حبيبي، وقتها حاز هالفيلم على جائزة أفضل فيلم جامعي، ومن بعدها أخرجت عدة أعمال. ليه بعيد عن الإخراج اليوم؟ أول شيء الفيلم سامحني حبيبي اللي أنا عملته حتى اسمه هو كليشيه، يعني هو فيلم أنا عم أتمسخر على كيف نحن بنعمل أفلام لبنانية شو بصير فيها اخطاء، فحتى اسمه سامحني حبيبي اسم كليشيه، انا كنت قاصد انه احطه. فهذا الفيلم اخذ جايزه على صعيد لبنان، كان كل جامعه كان فيها اول بيطلع، وانا كنت الاول على جامعتي بهذا الفيلم، واشترك مع اوائل الجامعات كلها بلبنان، وبهذه السنه حاز على جائزه افضل فيلم. طبعا انا بعدين اذا بدك بلشت بالفيديو كليبات، لانه انا كنت اعمل ستوري بوردز لاهم فنانين. انت اخرجت كليب للفنان زياد برجي.
كثير اخرجت كثير فنانين يعني. صح. وبعدين بطل عندي شغف اشتغل مع الفنانين، لانه مش دائما بيركب راسك على راس فنان هيك لذيذ انه تشتغل معه، لان تيجي الفنان بيكون همه انه عم بحكي باغلب اللي انا اشتغلت معهم انه كيف بده يطلع شكله. باسم المخرج، الممثل والمغني او المسرحي، ايه مين بتنقي؟ ممثل اكيد. ممثل، ايه مسرحي وتلفزيوني. اليوم اذا بدك تعود للاخراج ككليبات عم نحكي، مين الفنانة او الفنانة اللي بتحب تفتتح معهم هالمرحلة او الصفحة الجديدة بحياتك؟ بحب نانسي كثير، لانه انا بعتبر نانسي بتحب كثير تطور بحالها وكثير تعمل قصص جديدة وكثير جريئة. يعني نانسي انا بحس انه ممثلة تقدر تعمل نقلة بين عم تعمل، يعني هلا مع سمير سرياني عم تعمل نقلات فظيعة، يعني انا كثير سعيد بهالشيء. نانسي على خطى العالمية اصلا هلا. طبعا في كثير يعني فنانين، يعني راغب صديقي من الناس اللي بحب انا اكون، كان اول المشجعين لك لا تفوت عالم الغنى كمان. ابدا غيره. كان ضد هو. ضد؟ ايه كان ضد. كيف انا عرفت العكس؟ لا كان هو ضد. كان ضده، اذا بدك كنا نقعد نضحك لما كنت اعمل اغاني، بس انا كنت عم اعمل اغاني مش لاكون فنان على الساحه او غني، بس كنت حب اعمل تجربه. بس انا عرفت انه انت وصغير كنت تقعد تحت قدام التي في وتقول يا الله شو حلمي شوفوا لراغب لايف او قابله، صحيح؟ ايه انا كنت كثير حبه لراغب، حتى مره شفته انا كنت بمستشفى الجامعه الامريكيه وكنت كانوا اهلي عم يزوروا حدا وكنت انا صغير فممنوع نطلع نحن على كنت ناطر تحت بالريسبشن، فكان هو جاي الله يرحمه استاذ سيمون اسمر، كان عنده عمليه قلب وكان بداياته راغب، كان جاي يزوره، فانا لما شفته ما صدقت، مثل لما شفت احمد الزين، استاذ احمد الزين قعدت اربع ايام احلم فيه، استاذ احمد الزين شفته بفيلم اسمه الانفجار، فبتذكر انا بفيلم الانفجار بالصدفه عم بطلع ببدايه الفيلم بلاقي استاذ احمد الزين واقف ورا كان عم بيشوف جو الفيلم، الناس اللي عم تيجي عم بيراقب فيلمه يعني عم بيتابعه، فكان واقف ما كان قاعد، بتذكر كل الوقت ما حضرت الفيلم، حضرت استاذ احمد زين عامل هيك كل الوقت. منوجه له التحية. فأنا بمنسى هيدا، ويبي كل شوي قال لي طب خلص حبيبي بروم تحضر الفيلم، قال له ما بدي، وعم بتطلع فيه ما مصدق. من بعد الإخراج صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك. 1995 مسلسل العاصفة تهب مرتين. هالعمل يلي لليوم بس نقول باسم أغنية، يعني منقول مسلسل العاصفة تهب مرتين، قديه حاز على نسبة مشاهدة عالية بتاريخ الدراما. بوقتها كان بعده مثل ما بيقولوا عظمك طري باسم، كنت بعدك طالب بالجامعة، كم كفة تلقيت وقتها؟ كان بداية حلوة، جيت على التلفزيون عملت كاسينج، الله يطول بعمره أستاذ ميلاد الهشم قبل ما يروح على الغداء كانوا عم بيعملوا بريك وأنا كنت ناطر، فقال لي يلا حبيبي وقف على الكاميرا قول شي جملة عمل كذا كذا، قال لي يلا حبيبي نحكيك بعدين، ورحت وتاني يوم حكيوني وبعت وراي على دور كان أول مشهد بصوره بحياتي مع النجمة رولا حمادي. إذا بحال صار الجزء تاني من مسلسل العاصفة تهب مرتين معقول نشوفك فيه؟ العاصفة تهب مرتين هو مجموعة ممثلين كتير حبينيهم وعلى رأسهم رولا حمادي وفادي إبراهيم، ما بقدر شوف عاصفته مرتين غير رولا حمادي وفادي ابراهيم، وانت اذا هني بيكونوا موجودين فيه اكيد بكون انا لي الشرف اني اكون معهم. برايك من ابطال هالعمل مين بتقول انظلمت نجوميته اليوم بهالعصر كان بيستحق يكون نجم اكثر وانظلم؟ في ناس ظلمت حالها. مثل؟ بحس فادي ابراهيم ظلم حاله. ليه؟ لانه انا فادي ابراهيم بشوفه نجم عالمي مش بس نجم لبناني، عالمي، انتبه. ظلم حاله، حياته الشخصيه انا ما بعرفها بس بحسه ما كان مرتاح بقصص صارت بحياته خلته يروح على محل، لانه فادي ابراهيم ظاهره بعتقد بالنجوميه ما انوجدت مثلها على صعيد لبنان، يعني قد ما نحن وصلنا ل عربيا واذا بدك وعم نعمل، فبحس فادي ابراهيم كانت نجوميته عظيمه بوقتها.
باسم مغني مكفين بكتاب الشهرة الخاص فيك، ولكن بعد الفاصل الإعلاني. مكافيين معكم مشاهدينا بكتاب الشهرة الخاص بالنجم باسم مغنية. وصلنا لمحطة كتير حلوة بحياتك يلي هي مسلسل طالبين الأرب، كان بأواخر 96 أو بـ97 باسم؟ هو كان قبل 96 بس أنا ابتديت بأواخر 96. بأواخر 96 مسلسل لبناني حقق نجاح كتير كبير. لشو بتشتاق لهيداك الوقت بالعلاقة بين الممثلين؟ العائلة، يعني العائلة تبعنا. أنا كنت أحس حالي بهذا العمل على مدار 4 سنين اشتغلنا فيه بعتقد مثل العائلة، وكان عندنا شغف. يعني لما أنا يدق لي أستاذ مروان اللي عندك حلقة أو قصة بطالبين القرب، فكان هذا باسم. ورجعت من فترة نشرت هالصورة اللي عم نشوفها على الشاشة من هالعمل، وقلت إنه البدلة يلي لابسها كنت مستعيرة من ابن الجيران. أنت اليوم نجم بسبب هالمرحلة من حياتك؟ قدين دعكت يعني حتى بالتمثيل ما عشت دور الديفا إذا بدك؟ لأني أنا تعبان بحياتي، يعني أنا ما عندي كل شيء له قيمة، فبالتالي ما يعني ما بعتقد إذا واحد صار معروف، يعني ما بحب كلمة شهرة أصلاً. يعني إذا صار معروف يعني معناتها إنه صار بده يعيش حياة الديفا. أنا برأيي كلمة ديفا كتير كبيرة، يعني بتنقال لأشخاص مثل مايكل جاكسون. من بعد صفحة مسلسل طالبين الأرب صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك باسم، عام 1998 مسلسل امرأة من زمن الحب، مظبوط التاريخ أو بدك تعدله؟ صحيح صحيح. هالعمل يلي كان إذا بدك فتح لك الباب للساحة المصرية. ليه اليوم متجه أكثر للدراما العربية؟ يعني مبتعد شوي عن الساحة المصرية. لا أنا برمضان في مخرج مصري كان عم بيحكي قدام صديقة لي اسمها روجينا، فعم بقول لها أنه أنا في ممثل لبناني نفسي أنا أشتغل معاه، ويريت بيكون معنا ضيف في عمل كان اسمه انحراف. فقالت له مين؟ قال لها باسم. فقالت له ده صديق عمري. فدغري انبسطت هي أنه عم بيحكي عني، فدقت لي وقالت لي أنه يكون معنا فأنا برمضان كنت عملت هيك طلة كتير حلوة بمسلسل انحراف. و وإذا بدك أول ظهور لي كان بمصر بإمرأة من زمن الحب سنة 98، بعتقد مع قطبي الدراما اللبنانية الكاتب الكبير أستاذ أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، لأن كانوا ثنائي ليالي حلمية. أنت كان حلمك باسم لما تفوت على الساحة المصرية تكون مثل أحمد زكي. صح، مثل أحمد زكي بخياراته، مثل أحمد زكي بحضوره على الساحة، بيعرف أي متى يغيب أي متى يرجع. فبتمنى أنه أعمل شخصيات كبيرة مثل اللي عملها هو وأقدر أنجح فيها. بالعكس أنا بس أنه أنا بمشي على خطاء إذا بدك. مين النجم المصري اللي بتقول عبالي أعمل معها ثنائية بعمل معين بحس هالثنائية رح تنجح وتضرب؟ ما بعرف يعني سمي لي بحب اسم بحب نجمي. منى زكي كتير بحبها. منى زكي إيه، رغم انه منى زكي انا برايي في عندها اعمال كثير عظيمه وفي اعمال عاديه، بالاخص اخر كم سنه عملت كذا مسلسل كانوا كثير مسلسلات اذا بدك انا بحب اشتغل فيها. باسم خلينا نشوف على الشاشه هالتصريح لك بمقابله اجريتها ببرنامج في امل. لقيت حالك هنيك؟ يعني الدراما المصريه في احتراف اكثر. الدراما المصرية فيها احتراف أكثر من الدراما اللبنانية اليوم، ومع تطور الإنتاج اللبناني بعالم الدراما بتعدل بهالتصريح شيء؟ أكيد بعدل. نحن مرقنا بظروف حرب، فبالتالي طبيعي أنه نكون نحن بعاد عن إذا بدك الاحترافية. هلأ حالياً لبنان صار مثل استوديو، صار له 10 سنين لبنان استوديو، حتى عم يستقطب مصريين وخليجيين وعرب كله عم يصور بلبنان، بالتالي صار عندنا احترافية. هذا لا يعني إنه مصر بتضل أم الدنيا يعني، بس أنا بحكي عن الرهبة مش بس لأنه عم تشتغل مع عالم بس محترفين،
انت بالحياة بس تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة جديدة بحياتك بكون عندك هذه الرهبة. فبالتالي أنا كنت بأغلب الأوقات لما كنت أطلع على مصر كان عندي تحدي إنه بدي أحكي باللهجة المصرية بمحل المحلات، فكان هذا شيء صعب علي لأنه لتكون طبيعي بلهجة منا لهجة بلدك الخوف بيسيطر، فإيه عندك دائما يعني توتر وتفاصيل. فدائما أنا كنت إذا بدك هذه الرهبة موجودة لما بطلع فيها على مصر لأنه عم بتقابل ناس جديد، نظام شغل مختلف، أشخاص جديد عم تقابلهم، ممثلين جديد، مخرج جديد، وبالتالي هذه الرهبة بتكون موجودة أول دخولك على هذا العمل. ننتقل لصفحة جديدة؟ نعم. من بعد مسلسل امرأة من زمن الحب 12-12-2012، بشو بذكرك هالتاريخ؟ إنه 12-12-12 هو أصلاً تاريخ مميز 12-12-12، وأنا اخترته ليكون زواجنا أنا وشيرين. أنت وزوجتك أخصائية التغذية شيرين منسل، أنت تزوجت 3 مرات باسم. لا أبرص بيروت وبالجنوب. لا تزوجت مرة. لا تزوجت مرة 3 احتفالات. لا أنا عملت بأبرص ورجعت ببيروت، رجعت بصور. بصور بجنوب. عملت 3 بعد 9 أشهر لقالت لك شيرين بحبك. أكتر من 9 أشهر كمان؟ معتقد إيه. قدي نطرت هاللحظة؟ لا كنت حسها أنا، ما ضروري كل شيء ينقال على الحياة بحياتي، في قصص بتحسها. هلا أكيد بتنبسط لما بتطلع منها وبتقلك إياها، بس كنت حسها يعني من تصرفاتها معي، وهي كتير بتدرس الأمور يعني ما بتحب تتسرع. عم نشوف صور من زفافك انت وشيرين باسم. أيه. حسب ما عرفت انه شيرين كانت ضد انها تفوت بعلاقه مع حدا تحت الضوء. صح. انت كيف غيرت يعني لها المعادلة؟ هي لانه كانت هي اذا بدها كانت مشاركه بملكه جمال لبنان، فهي تحت الضوء، فكانت ما كثير بتعني لها انه تكون مع شخص معروف. وعرفت انت كمان شجعتها انها تروح تشارك بكليب النجم تامر حسني، كانت هي متردده وقتها. ما كان بدها، كانت عم تعمل إعلان بمصر كتير. صح. كبير، وكانت كتير تعبانة وبدها ترجع على بيروت، وكانوا يعني المخرج اتصل فيي وقال لي بدي إياها تكون معي وهيك، وأنا شجعتها أكيد وعملت الكليب مع تامر، وتامر صديق لنا يعني بعدين صار يعني. كيف غيرت لها المعادلة لقبلت إنها تتزوج منك وأنت تحت الضوء؟ ما بعرف تصرفاتي، طريقة يعني تعاملي معها، لأني أنا عفوي يعني أنا ما بدرس الأمور، هي بتحب هذا الشيء وهيك صارت الأمور يعني. بس معقولي يا باسم انسى كل هولي على جنب، معقولي ما في فيديو من عرسكم لليوم؟ لا هو في رشز عنا مخبينهم. نحن وقت صورنا اجت شركة صورتي، فأنا كان عندي شرط إنه اللي بده يصورني بده يعطيني كل الرشز أنا بمنتجه، ما كنت حابب إنه يطلع الرشز على مكتب غريب وحدا ينشر قصص خاصة، ما بحب يعني. بعدني لهلأ ما منتجت العرس وما عملت كليب لنفسك كمان وما حضرته. ايه ميزان الحياة باسم بعض الأحيان بيكون عادل بكف وبيكون قاسي نوعا ما بكف تاني. لا شك إنه كف النجومية عادل ومميز بحياتك، ولكن كف الأبوة ما رجح لك. هيدا قرار الحياة أو قرارك؟ هذا قرار الله. قرار الله. ايه وانا بتقبل كل شيء بالحياه يعني ما عندي، بس انا دائما متفائل يعني وواقعي واتاقلم واتكيف مع كل شيء بيصير يعني. حلو. شو الشيء اللي اضافته شيرين على حياتك ما اضافته اي صبيه تعرفت عليها سابقا قبل زواجك منها؟ ما فيك تيجي تحكي بهذا الموضوع لأنه ما فيك تقارن، لأنه العلاقات بحياتي ما كانت مثل علاقتي بشيرين. يعني شيرين إذا بدك كان في علاقة جدية بحياتي قبل، بس كنت صغير أنا بعدني وكنا أولاد يعني. علاقتي مع شيرين صرت حتى لما تعرفت على شيرين كنا كمان أنا إذا بدك أنا كنت ولد، فكيف هي كانت بعدها كتير صغير يعني. بس كانت شيرين كانت ناضجة يعني، راسها ناضج، ما بتصدق انه بهالعمر ممكن حدا يفكر بهالطريقة، وهذا اللي خليني اتعلق فيها. وصفها بكلمة واحدة شو بتقول عنها؟ حكيمة. الله يديم هالعلاقة باسم. من بعد تاريخ زواجكم خلينا ننتقل لصفحة جديدة من كتاب الشهرة الخاص فيك للموت.
هالمسلسل يلي أبدع فيه عمر، الشخصية يلي أديتها. مسلسل للموت بكل صراحة باسم هو انطلاقة باسم مغني النجم من جديد. ما بعرف أنا عامل كثير قصص بحياتي، أوقات ما وصلت للناس لأنه ما انعرضت بالوقت المناسب أو ما تروج له بطريقة صح أو بمكان المناسب. يعني أنا مثلا ثورة الفلاحين من الأعمال اللي أنا بعتبر من أحلى الأدوار اللي عملتهم بحياتي، وإذا بتلاحظ من 8-9 سنين لهلأ كتير في تنوع بالقصص اللي عم بعملها، لأنه كنت عم حاول أعمل بصمة بهذه الدراما، وإنه يقولوا إنه هذا الزلمة اسمه باسم إجا عمل شيء، عرفت شو؟ لخاصة نحن عم نعمل تلفزيون، فبالتالي ما عندنا أرشيف نحن الممثلين غير إنك تعمل دور تقدر تطبع فيه عند الناس وتتذكروه، مثل لما بنتذكر دور ربيع من زمان أيام السبعينات. يعني بإيه أو لا؟ نعم. خلق النجم باسم مغني من جديد هالعمل؟ أنا كنت موجود، يعني مش إنه كنت غايب، يعني أنا بس مع كل العوامل يلي ذكرتها هو تروج له أكتر، وإذا بدك العمل حرفي أكتر، لأنه نحن بالدراما بلشنا عم نتقدم، ما كان في تنازل من المنتج أستاذ جمال سنان لأنه يبخل على العمل، يعني كان فتح له ليعمل عمل يشوف حاله فيه، وما كان في تنازل من الممثلين جميعا. يعني ما بتشوف هفوات، قليل ما فيها هفوات تمثيلية بالعمل، كله بيساعد. عمر كان عنده عقد كتير صح، الشخصية اللي أديتها اليوم. إذا جيت أنا وياك بدنا نفكفك عقد باسم مغنية، عقد يعطيني عقد منهم. ما عندي عقد، يعني في عندي قصص بحبها. أكيد ما عندي عقد، ما في شيء بعقدني، وأنا كتير باخذ الأمور بسهولة. يعني في قصص بحبها بالحياة، في قصص ما بحبها، يعني بس بعرف اللي بحبه وبعرف ما بحبه، بس ما عندي عقد، ما عندي. يعني تصور حتى يعني الغيرة المطلقة اللي بتصير عند الممثلين أنا ما عندي إياها. أكيد أنا أوقات قول يف يا بيه الدور وبحب أعمله، ممكن أعمله بغير طريقة. عندك الجرأة اليوم تقول أي دور عجبك لما مثل تاني قلت أف يا ريت أنا كنت عامله؟ يعني جورج خباز كتير حبيته بآخر فيلم عمله أصحاب ولا أعز. ولا أعز كتير حبيت، إذا بدك قلت له لجورج قديش أنا حبيته. يعني بدك تخبرني يا باسم بالكواليس شو صار، بدل ما تكب عليك مي نظيفة ماجي كبت عليك مي وسخة. أوه كمان خبرتك يا شبيه. شو صار؟ أول شيء هدي ماجي، هذه اللقيمة اللي طالعة هذا، هي أطيب قلب بالعالم وأحلى صديقة، بحبها كتير وجدعة. يمكن فرصة إنه طلعت معي بفيديو ولا أحكي عنها، بحبها كتير جدعة، عندها مواقف وصريحة، تزعل منك بتطجك إياها براسك، ما بتحبك ما بتحبك. بحب هول الناس أنا، بحب عاشر هيك ناس بحياتي. ونجاح شخصياتنا أنا وياها إذا بدك بالعمل عائد لهذا الحب الموجود، ما في كذب بعلاقتنا مع بعض، وكرمالك الناس حبوا هذا الكابل كتير مع بعضه. دايماً نحن إذا بدك أنا وماجي بنسب بعض بالتصوير، بنعيط على بعض، بسبلها بتسبلي هي يعني بتنشر طاقة إيجابية بالعمل، وهذا صعب تلاقيه عند كتير ممثلين. المي اللي كبتها عليك، نحن ما كنا عارفين انه هذا، هن جايبين جالون مستعمل بس كانوا حاطينه بالشمس، صاروا جمعه وقلبوا ريحه بشعه وحطوا فوقه مي، كانت ريحه ونكب عليك يا باسم. طبعا انا كنت عم حسها وعم شمها كل الوقت، مشهد 7-8 ساعات ما كنت عم بحكي ولا كلمه لانه بدي اخلص المشهد، وما بحب كثير اتذمر بالتصوير، كثير بحب انه اخلص شغلي. بس بتذكر لما رجعت على البيت، لا كان عندي كفاية مشاهد بالليل بعد هذا المشهد، فكان لازم اطلع على البيت اتحمم وارجع ارجع على التصوير. فلما فتت على البيت فتحت الباب شيرين قالت لي شو هي عملت لك، بتذكرت لها قطع الريحه، انا كنت خلص بطلت عم شمها. يعني اذا كنت كاتب باسم وبدك تختار شخصيه جديده تجمعك مع ماجي، ما عملنا بعد ادوار اذا بدك علاقة عاطفية، عملنا السيدة الثانية فيلم بس ما كانت هالعلاقة، يعني قصة مهضومة كانت هيك، ما عملنا علاقة حقيقية إذا بدك فيها معاناة حب وغرام. إيه وحب وغرام وهيك قصص، ما عملنا هاي، هذا الشيء ما عملناه بعد. عشت بهالعمل لحظات صعبة من بعد ما تشوه وجهه لعمر، أثر هالمشهد على نفسية باسم مغنية؟ قواني، وحتى كانوا عم بيعاملوني بيناتهم ماجي وحتى الإكيب، أوقات عم ينسوا إنه أنا
ممثل عم بمثل الدور، فكنت لما اخلص كل لقطه فكانوا يركضوا ليهدوني لينزلوني مثلا من القطار من ترين ستيشن، وقت كنت ترين ستيشن، فنزلوني يا عمي انا ما بيني شيء. في جزء ثالث للموت، شو شعورك انه عمر ما رح يكون بالجزء الثالث؟ نحن ما بنعرف اذا رح يكون في جزء ثالث صدقا بعد لهلا، لانه عم بيندرس الموضوع وما بنعرف شو بصير، ما حدا بيعرف. معقول يرجع عمر؟ يرجعوا يعيشوا؟ ما بعرف، اذا ما في فكره منطقيه ما بيرجع اكيد، وانا ما برضى اني ارجع. من بعد صفحه للموت وعامل نرجع نشوفك باسم بشخصيه عمر بالجزء الثالث، اذا كان في جزء ثالث، لانه هالشخصيه قد ايه تركت اثر وبصمه عند المشاهد. هروب، هيدا اول عمل بالدراما الخليجيه لك صح؟ صحيح. وانعرض على منصه شاهد، كنت خايف من هالتجربه من السوق الخليجي؟ لا، لانه انا كنت عملت كثير اعمال انعرضت بالخليج، وانا كنت بعرف وبالاخص بالكويت، يعني الكويت من اكثر شيء بيجيني ريتش اذا بدك من الكويت يعني، وكنت البطله معي نجمه الكويت الاولى بالصبايا اذا بدك شجون الهاجري، فكنت سعيد جدا انه هيك نوقف سوا ونعمل لك ثنائيه حلوه، بس دائما انا بدرس منيح القصص اللي عملها. عم نشوف باسم اتجاه كبير للمنتجين على عرض اعمالهم على منصات رقميه، صح. هل هالشيء برايك بيقلل من انتشار العمل ونجاح الممثل فيه؟ ابدا، لانه هلا في اتجاه بالعالم كله انه الناس تحضر منصات، لانه للاسف انا معني بحب التي في اكثر، بحب التي في اكثر، بس بالنهايه حتى اللي بيحضر تي في العمل اللي عم نعرضه على منصه بعد فترة معينة يعني بيرجع بيشوفوه على التي في. بالخليج مين بيلفتك تمثيله؟ جيل اليوم يعني شجون مثلا من شجون. الناس المهمين جدا مثلا. من بعد مسلسل هروب باسم صفحة جديدة، 8 كانون الأول عام 2020، هالتاريخ قاسي. عم نشوف على الشاشة صورة عائلية بتجمعك بالوالد الراحل عدنان الله يرحمه. حبيبي. أنا شو ولد صغير على الروشة مبسوطة، ياخديننا على الروشة. الموت أو المرض بخوفوك أكثر؟ لك ما في شيء بخوفني، بس المرض إذا كان كبير أصعب من الموت، يعني تشوف شخص اللي بتحبه عم يتعذب قدامك أصعب من إنه يموت، يعني بيموت بتزعل عليه أكيد يعني، بس المرض أنا ما بتمنى أشوف حدا بحبه كثير مريض قدامي ما قادر أو عاجز إنه يعمل شيء، هذا صعب. كنت عم تصور مسلسل قارئة الفنجان، صح، ودقت لك اختك قالت لك البابا توفى، صح، انت دغري ركضت وصرت تتصل ببيك، لانه انا بتذكر اختي قالت لي، هي دقت لي خبرتني، فانا ما استوعبت الموضوع، كنت عم صور مشهد انا وصديق احمد فهمي، فتركتهم وهن طلعوا فيه لوين رايح، وضليتني ماشي بالكولوار تبع الاوتيل، كنت بالموفنبيك عم صور، فلحقوني كلهم بيعرفوا شو صار، فانا عم دق على التليفون، فخبرتني اختي بعدين قالت انه يعني كانت بعدها دقت لي عم تخبرني، رجعت سمعت قالت للماما ما صدق انه بيو توفى، لك عم يرجع دق على تليفون بابا، عرفت شو؟ ايه كانت لحظه كثير صعبه. لما وصلت على المستشفى ايه اعطيني القصه شو صار؟ كنت حكيت معه، في اختي، عندي اختي اسمها فرح، لما ظهرت من المستشفى من الاوتيل دغري دقيت لها قلت لي انا بالمستشفى عنده بليز تاع، لانه اكيد بس يشوفك راح يوعى، لانه كثير معلق فيه كان، فهي كانت عن جد مصدقه فرح، انه عن جد كانت مقتنعه انه انا هلا بس اوصل على المستشفى واحكي معه راح يوعى، يعني كانت واصله لهالمرحله، فوصلت او بدي اعبطها اول ما وصلت على المستشفى، فقالت لي دغري ما عبطت، قالت لي فوت احكي معه بركي بيوعى، فهي مفكرة هيدا الشيء يعني، فت أكيد يعني هيك كانت لحظة جديدة علي، ما بحياتي كنت بحس إنه ما كنت متوقع إنه بيي بده يموت يعني. كان كل عمل ينعرض إلك إيه متر واحد بين التلفزيون وكرسة بيك، إيه أكثر عمل كان كل حبك الغرام، بتذكر بيي واللي كان تابعه ثلاث مرات على التي في، وكانت أمي تخانق معه دائما إنه خلص صار تحاضره وكذا مرة إلا بدي أحضره، فكان كان في كنبايه وتي في، بس هو كان يقعد هون هو،
بس لما يبلش المسلسل تبعي يجيب كرسي ويقعد حد التي في. امي طب انت قاعد حد التي في؟ الا لا هون اقرب. توفى بيك، هو عم يترضى عليك، الله يرضى عليك يا ابني. هو انا بتذكر من يعني هو اخر اثنين طلبهم نشوفهم، ما بعرف كان حس انه ما كنا حاسين بده يموت يعني، هو انا وبنت اختي الصغيره آية صرخ انه بده يشوفهم. هو انصاب بكورونا من بعدها بجلطة كورونا، بس نحن كنا خلصنا اساس، فكرنا انه ما في شيء لانه بيي كان بال14 يوم عم بيضحك ما في شيء، كان بس زهقان قاعد بالاوضه يعني ما حس بشيء ابدا، ما كنا متوقعين هذا الشيء ابدا. وفاة الوالد باسم قتل الطفل اللي جواتك؟ يعني عن جد الواحد بحس انه صار مسؤول، لما توفى لقيت انه وجوده كثير مهم، صرت انا مسؤول بشكل مش طبيعي، يعني بتضلني انتبه لاخواتي لمشاكلهم، لما كان موجود هو بالحياه ما كنت اسال عن الموضوع هذا. يوم اللي توفى كان في شويه مصاري بجيبته، اخذت منهم 1000 ليره انا بتذكر، وحطيتهم بجيبتي، حطيتها بجيبتي بعدها موجوده معي، وكتبت التاريخ. الله يرحم الوالد باسم ويجعل مثواه الجنه. انا وياك مكفين بفقره ابس اند داونز، ولكن من بعد هالفاصل الاعلاني. مكافيين معكم مشاهدينا بكتاب الشهرة الخاص بالنجم باسم مغنية، ووصلنا لفقرة Ups and Downs. باسم، نمرق بمسيرتنا بمحطات عدة، منها بيكون محطة ناجحة ومنها بيكونوا محطات إذا بدك نوعا ما دعسي ناقصة. إذا هالمحطة ناجحة بدك تقلي عنا Up، وإذا دعسي ناقصة بدك تقلي Down. أول محطة أو تصريح، مسلسل سكر زيادة يلي جمعك مع نخبة كبيرة من الممثلات المصريات، هالعمل ما حاز على إعجاب معظم النقاد وقالوا إنه ما نجح مثل ما كان مطلوب. هالعمل بمسيرة باسم مغنية أب أو داون؟ لا أب. أول شيء أنا منو عمل ما شاركت فيه غير بحلقة، آخر حلقة برمضان كانت من بطولتي، بس إعلامياً كتير انتقد هالعمل. انتقد، أنا بالنسبة لي انبسطت بالعمل. صفحة جديدة من فقرة Ups and Downs، من بعد سكر زيادة، مسلسل النهاية يلي كان من المفترض أنك تكون من أبطال هالعمل، ولكن بسبب ظروف كورونا وتسكير المطار شاركت فيه كضيف شرف. بتقول هالشي كان Up أو Down مش لصالحك؟ لا Up. مش عم نحكي كعمل باسم. لا 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 شادي، أنا كنت مفترض البطل الثاني بالعمل بعد يوسف الشريف اللي هو نجم مع مصري كتير كبير، ومن صورت تقريبا 30% من العمل ورجعت على بيروت لارتاح جمعة، يعني مسكر المطار، مسكر 3 أشهر، فبالتالي كان لازم يكفوا، فكفوا مع شخص تاني كأنه مساعد لقلي بالعمل بكفي هذا حظ يعني، كانت العكس أب يعني. من بعد مسلسل النهاية تانجو، بيقولوا وقوف الرجال قدام الجميلات بعالم الدراما بقلل إذا بدك من رهجة الرجل أو من رهجة الممثل. وقوفك مع دانييلا رحمي، الممثل إذا قادر يفرض حاله ما في شيء بيأثر عليه يعني، لا جمال ولا حتى تمثيل حدا تاني بوجهه يعني، إذا كان منيح وبعدين الكاريزما تبعه وحضوره ما في شيء بيأثر عليه، إلا إذا كان هو ضعيف يعني بتأثر بكل شيء ساعتها. فإذا بالنسبة لي أب 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 داون أب أب يعني، إذا بدك بالنسبة لي حتى بمسيرتي تانجو. من بعد تانجو أحمر الشفاء، في تعليق إلك نشرته على السوشيال ميديا، خلينا نشوفه على الشاشة. انتقدت بهالتعليق لجوء بعض الممثلين لاستخدام أحمر الشفاء، الممثلين الذكور، وقلت طرحت علامة استفهام، هل هو أمر طبيعي؟ هالتصريح أو هالتعليق لباسم مغنية Up أو Down؟ ليك أوقات في قصص بقولها أنا ما بعمل لها حساب، لأنه أنا زلمة فطري بتصرف على فطرتي. شيء زعجني على التيفي إنه شفت أحد الشباب حاطط أحمر الشفاه على هذا وعم بيمثل، هو دور عادي يعني، زعجني طلعت قلته. هلا يمكن يكون زعجت بعض الناس وأنا ما بقصد يعني، في ناس يمكن بحبوا بالحياة حتى يعني، في ناس مش بالتمثيل، في ناس بالحياة بيحبوا
هول قصص. انا بحترم ارادتك. بتقول داون ويا ريت ما علقت بوقتها. يمكن ايه يمكن داون. يعني داون. يمكن داون، بس انا عم بحكي من جهه اكاديميه اكثر، يعني انه كممثل انا وكيف شوف الدراما شفتها غلط بالدراما انا، يعني ما حسيتها. صفحة جديدة من فقرة ups and downs، مشهد للموت. في مشهد جمعك انت ودانيلا رحمي ضربة على مؤخرتها اثار ضجة واسعة، وقال البعض انه هيك مشاهد منا محبذة تنعرض بشهر الفضيل. هالمشهد بتقول داون مقابل النجاح الكبير يلي حققه هالعمل او up؟ لا up اكيد، up كتير، up كتير وشي جديد. يعني اقول لك شغلة، في قصص بالتمثيل نحن بنعملها، انا بكره هالكليشيه بالتمثيل، بحب القصص الجديده الغريبه. يعني ما ضروري كل شيء بدك تلقمه للناس بالحكي لتفهمهم انه انا والله كنا على علاقه كثير انا وقويه انا ووجدان اللي هي دانيلا عم تلعب الشخصيه. في حركه بتعملها وحده بتخلي الناس كلها تعرف قديش علاقتك قويه بهالشخص، ليوصل الانسان يقدر يضرب وحده من ورا على قفها، مع انه ما بينت ايدي يعني، بس انه بينت حركه كتفي من هون. عمل ضجة على مواقع التواصل هالمشهد. هيدا لأقول للناس إنه هو اتنين، لأنه كنا بعد الناس مكتشفين علاقتنا إنه نحن بنعرف بعض، لأقول للناس إنه هو ليوصلوا لهالمرحلة يعمل هيك معه، يعني معناتها هول مقضيين بحياتهم علاقات وقصص وتفاصيل، فبحركة واحدة بتقدر تحدد للناس العلاقة اللي أنت عم تشتغلها، غير ما أطلع أقول للناس بتتذكري لما كنا انا وياك ننام مع بعض بالتخت، بتتذكري لما كنا نلعب مع بعض بالشارع، بتتذكري لما كنت تطعميني انت البطيخه وانا ناولك الشمامه، ما بعرف شو قصدي؟ هولي ما لهم معنى بالدراما، الدراما حركه وحده بتخلي كل الناس، انا هيدي فتشت على شيء جديد عملته بقلب المسلسل لخلي الناس تعرف علاقه وجدان بعمر قديش قويه. من بعد مشهد للموت، صفحه جديده بابس اند داونز. تكريم باسم مغنيه كافضل ممثل، نحضر هالفيديو. هيدي الجائزه بدي اهديها اول شيء لروح بيي يلي فقدته. ليه ما شكرت زوجتك شيرين اثناء تكريمك؟ صراحه انا نسيت، تلبكت كثير على المسرح و بس ما كان عندي قلق بهذا الموضوع بعدين، لانه بعرف رده فعلها. بالنهايه لما رجعت على البيت انا كثير كنت بيني وبين حالي مضايق، قلت لها انه انا ما شكرتك. قالت لي حبيبي بتصير اب او داون الشيء اللي صار. لا ما بعتبره لا اب ولا داون، بصير بدك تختار هيك. لا لا مش ضروري، حتى هي بتقول لي اوقات انه ما ضروري كل ما تطلع بمحل انك تذكرني. بالنهايه العالم بيعرفوا قديش انه انا بحبك وقديش انت بتحبني وقديش نحن بنشتغل مع بعض وبنساعد بعض والتفاصيل. بس القصص بتصير، انا ما بعتبر هيدي يعني هيدي منا قصه، هيدي شغله صارت بحفله فيها اذا بدك عالم وعجقه وانا كنت ملبك. لما رجعت على البيت قالت لي انه بتصير، يعني كانت هي كثير ريحتني بهذا الموضوع. يعني يعني لا اب ولا داون؟ لا بعتبرها انه هيدي هفوه صارت يعني على الستريس وعلى التفاصيل بتصير. يعني من بعد صفحه تكريم باسم مغنيه، تيم حسن في الهيبة. صرحت وقلت بأنه دور الممثل السوري تيم حسن بالهيبة هو من أضعف أدواره مقارنة مع الأدوار الثانية اللي لعبها من قبل. هالتصريح اللي لإلك كان أب أو داون بمسيرة باسم مغنية؟ وبتقول يا ريت ما صرحت هيك. لا لك، اكتشفت أنا بعدين، أنا ماني كثير على السوشيال ميديا، بس اكتشفت أنه جمهور السوشيال ميديا في كثير عالم بتحاول تفهم على ذوقها وتقرر اللي بدها إياه. أنا قلت اللي عندي، يعني سألت السؤال، قلت أضعف أدواره هذا لا يعني إنه دوره ما كان قوي، بس لأني أنا متابع، بالعكس أنا عم كرمه كنت لتيم بهيدي المقابلة، وعم بقول إنه هو عامل قصص كثير كمان كأدوار، عم بحكي مش كأعمال، أدوار أهم من هذا الدور. هلا في ناس اعتبروا إنه كان عم بحكي على تيم أو شيء، بس أنا من المعجبين بكثير ادوار عملها بحياته، من ملك فاروق للانتظار لتغريبه فلسطينيه، نزار قباني، عمل ادوار رائعه. بس هالتصريح بتقول يا ريت ما صرحت. لا لا ليش؟ يعني قلت رأيي ايه؟ فاذا اب اكيد. اخر صفحه من فقره ups and downs، الغناء.
إلى جانب التمثيل برصيدك في أعمال غنائية عدة، الغناء مقابل النجاح الكبير بالتمثيل بمسيرة باسم مغنية، أب أو داون؟ ليك أنا بالغناء إذا بدك تيجي تقيم تجربتي، رغم أنه أنا عملت أغاني مرتبة، يعني في نجوم كبار كانوا ما يسمعوا غنيتي قبل ما تنزل قالوا لي نحن بدنا ناخذها، لأنه أنا كنت أختار أغاني فيها كلام ولحن حلو، كنت حاول أحط إحساس فيها حلو. إذا بدك تيجي تقيم تجربتي كواحد بغني، هي واحد على عشرة أو نص على عشرة، بس أنا مسبقاً بعرف النتيجة شو هي. أنا ما عملت هذه التجربة لأني بدي غني، عملت التجربة لعمل كليب. يعني أنا كنت أطلع بهالحفلات قد ما الناس كانوا يحبوا الغنية بوقتها كانوا يطلبوا مني أطلع غنيها، قال لهم ما بغني أنا، لأنه أنا عارف مسبقاً أنه أنا ما طارح نفسي حدا بغني، لأنه أنا مقتنع أني لا أملك صوت جميل. فأنا بالنسبة لي منا داون. لا، فإذاً أب تجربة الغناء صحيح. باسم، وصلنا لآخر فقرة بحلقة الليلة اللي هي Out of the Box، ولكن بعد آخر فاصل إعلاني مشاهدينا. وصلنا باسم لآخر فقرة من حلقة الليلة اللي هي Out of the Box. Out of the Box Questions، أسئلة غريبة وافتراضية رح أطرحها عليك وبدك تجاوبني بصراحة. بدا جاهز؟ أول سؤال من فقرة Out of the Box. الأضواء والشهرة بيوجعوا بعض الأحيان، بعض الأشخاص بيلجأوا للممنوعات ليخففوا هالألم، وبعض التاني بيقرر يعتزل ليستريح وياخد بريك. أنا بنسى أوقات إذا أنا معروف، أوقات بتقول لي مرتي مثلاً ما حد لي كلك عمي ما فيك تعمل هيك أنتو، أنا بقول لها آه مزبوط، فما منا عندي هيجس، فما بنبسط فيها بحبها. بدايتي إيه كتير كنت حب إنه بس أظهر، بس هلأ بنسى أوقات إنه أنا معروف، بس أوقات بدي أعصب بعصب مثلاً على حدا مثلاً، بنسى إنه أنا لازم أعمل هالشي. إذا وصلت لمرحلة وتعبت؟ لا، ما بسافر بروح على البلد. تاخد بريك بترجع. إذا كنت لابس طاقية الإخفاء وعندك القدرة تفوت على غرفة شخص واحد، مين بيكون؟ يعني كل أعداء هذا الوطن. أنا كثير معلق بلبنان على فكرة، كل الناس بتعرف هذا الشيء. ما في شك. كل بس. أعداء هذا الوطن بحب فوت شوفهم شو عم يعملوا، كيف عم بيحيكوا هالفتن وكيف عم بيحيكوا. ما عم بدي يكون كثير مثالي باللي عم بقوله، بس عن جد بحب أعرف كيف بيقدروا يخلقوا هذه الفتنة الحكي والاصطفافات. يعني ما قبل الانتخابات كانوا عم يحكوا شيء، ما بعد الانتخابات قلبوا، بتحس انه كل شيء مجيش لوقت معين. للاسف يعني ما في شيء عفوي. لو كنت هاكر وبدك تخترق حساب نجم لبناني زميل لك لتفوت لعنده على الرسائل الخاصه، مين بيكون؟ ما حدا. انا عندي عمي علمني شغلي انا وصغير وبعني لهلا بعملها، فرجيك قديش الولد بتاثر بصغره الاشخاص اللي بيحبهم. قال لي بس يكون اثنين عم يحكوا مع بعض حسوا عم بوشوشوا بعض وانت قادر تسمعهم بتعمل هيك بعد اللي هلأ بعملها. فأنا إذا بحس اثنين عم يحكوا علي مستحيل أقرب، بعمل حالي ما مش سمعهم فل. لو كنت أعلامي واستضفت باسم مغنية، شو السؤال يلي بتطرحه عليه؟ إنه أنت عم تتعلم من من ثقتك الزيادة ببعض الناس. طب وشو السؤال يلي ما بتطرحه على باسم مغنية؟ بس أنا ما كتير بحب حدا يسألني عن ممثلين تانين أو حتى ممثلين عرب. يعني مثلاً خليني خبري كل المقدمين للبرامج بيسألوا الممثل اللبناني عن ممثل عربي، طب ولا مرة شفت ممثل عربي سألوه عن ممثل لبناني. عرفت شو؟ يعني إذا بده يسألوا يعني غريب هالشي بيزعجك. ايه ليه مثلا؟ ما العكس بيكون، يعني هن ذاتهم المقدمين بيستضيفوا نجم عربي. ليه برايك مش العكس؟ لانه باللاوعي تبعهم دائما في تفضيل للنجم العربي اكثر وبيعتبروه انه هو مثال، بس مش مزبوط. في عندنا امثله كثير مهمه بلبنان فيها تكون مثال عربي مهم. اذا معك محاية وبدك تمحي شغله وحده من حياه باسم مغنية، شو بتكون؟ هلا كثير بدي يكون عم بتفلسف، انا ما بمحي شيء لانه بالنهايه كل شيء الله كاتبه.
يعني انا كنت بتمنى محي انه وفاه بيي، بس خلص هيدا وقته. لو كنت مكانت جوني ديب النجم العالمي وزوجتك شهرت بسمعتك امام العالم، هل بتحول حياتكم الخاصه لتصير ماده دسمه بين متناول الراي العام؟ لا، ليك انا كنت معه بكثير قصص، يعني في كثير ذكي هو الزلمه، ما في قصص هي كثير كانت تحكيها وكان رده فعله هيك رايقه ويضحك بينه وبين حاله، حبيت رده فعله. رح اعطيك ثلاث اسئله، اذا طرحت واحد منهم عليك تنسحب من الحلقه، بس مش تقوم تنسحب ولا اسئله افتراضيه بس. ايه. تسمي لي نجم او نجمه بترفض تشاركهم بطوله عمل، العراك الحاصل بين الممثل اللبناني والممثل السوري، هل انت مع تعدد الزوجات مثل ما بحل لك الشرع؟ ولا واحد فل منه في جواب عليهم كلهم، ولا واحد. يلا جاوب. اتفضل اول سؤال. تسمي لي نجم او نجمه بترفض تشاركهم بطوله عمل. باس، انا جاوبت. اه ايه. بقول لك مو مجاوب. العراك الحاصل بين الممثل اللبناني والممثل السوري. ما في عراك، الاعلام خلق هذا العراق، بس ما في عراق. ما في عراق. انا عم بشتغل مع ممثلين سوريين وبنحب بعض، يعني قد ما بدك، مش عم بحكيك هلا اعلاميا، يعني احكي مع باسل خياط واحكي مع محمد احمد للموت اذا بدك، اللي اشتغلت انا وياه هون. فانا شخصيا كباسم ما عندي مشكله مع حدا، ما في عراق ابدا، في محبه وفي تنافس شريف، نحاول قد ما فينا نكون بالمكان الصح. هل انت مع تعدد الزوجات مثل ما بحلل لك الشارع؟ أنا ضد إنه الواحد يتجوز أكثر من مرة. أنا مع إذا بدي أتجوز حدا تاني لازم ما أكون مع الشخص الأول. يعني معناتها إنه بطل في إذا بدك حب للشخص الأول. أنا ضد تعدد الزوجات أصلاً. كم مرة قالت لك شيرين زوجتك طلقني حتى لو عن مزح؟ بتكره إني أنا أقولها حتى لو مزح. إف؟ إنه ما إنه هي كلمة ما بتنقال. ثورة الفلاحين. هي. عمل تاريخي. مين الشخصية التاريخية اللي حلمك تأدي مسيرتها؟ في من لبنان يوسف بك كرم، وفي تشي جيفارا. وآخر سؤال بحلقة الليلة، إذا كنت كتاب شو بتحب يكون عنوانك؟ هو أطروحتي بالجامعة رواية أنا بحبها، بحب معناتها كمان قديش مهمة وإلى معنى عميق بالحياة. هو كتاب لدوستويفسكي اسمه الجريمة والعقاب. باسم، وصلنا لآخر صفحة من كتاب الشهرة الخاص فيك، بدي منك تكتب رسالة لكل حدا عم يحضر هالحلقة ولكل حدا عم يتابع برنامج كتاب الشهرة، شو بتقلن؟ شكراً. تفضل. إن شاء الله يفهموا علي على الخط. كنت كتير بحاجة لعيد حساباتي بالحياة وبالدراما، إجا كتاب الشهرة وخليني احسب كل خطوة نجحت واخفقت فيها، صار وقت استفيد كتير من هالكتاب. شكرا علي، شكرا كتاب الشهرة. كنت كتير بحاجة لشوف شو عملت. باسم مغنية، نجم لبناني، منفتخر فيك بلبنان والعالم العربي. مشاهدينا، اتمنى تكونوا انبسطتوا بحلقتنا، تصبحوا على ألف خير، نلتقى الأسبوع المقبل.